احنا الان جينا كنستقبلوا الفنان علي المديدي اللي شرف المغاربه في الوطن العربي وفي قناه ابو ظبي، واخا ما داش اللقب وعطاو انه لو بري كاتريام وهذا، ولكن راه ابان على انه راه كيستاهل هذاك المرتبه وكيستاهل اكثر، كيستاهل انه يكون هو الاول، ولكن ما كاينش ماشي مشكل. احنا الان جينا غير باش نعبروا على الحب ديالنا للفن الراقي والعلي المديدي هذا. شكرا. اولا كنبغي نشكر كاع الناس اللي عاونوا ناس بحال هكا. اولا كنبغي نشكر كاع الناس اللي شجعوا الصديق ديالها واخ ديالي علي المديدي، وكنقول لهم راه كنبغيوكم بزاف، وكنعرفوا المغاربه انهم كيوقفوا مع ولاد بلادهم، والحمد لله احنا فخورين به بزاف بزاف. بالفعل تشدلم، لان داك البرامج دابا ديال الهوات ولاو كيكون كيغلب عليهم طابع سياسي بزاف. ماشي مشكل، العالم باسرو عرف بان الصوت ديال الزمن الجميل شكون هو. داك الشيء كيبقى للمخرجين والمنتجين اليوم، الله كي كنقولوا سبحان الله، هادشي اللي كاين. نستقبلوا الفنان علي المديدي، وحنا جد فخورين به لانه مثل المغاربه احسن تمثيل، وشرفنا وكان يعني خير قدوه للشباب المغاربه كاملين باخلاق ويعني وبالفن ديالو الراقي، وحنا فرحانين بزاف وكاملين بينا، سوا لي فان ديالو سوا صحابو. جينا اليوم واخا رمضان ويعني والشمس وكل شيء، ولكن يستاهل علي تبارك الله عليه غزال. اول حاجه كنبغي نقول لكم عواشر مبروكه رمضان مبارك سعيد. حنا اليوم جينا باش ندعموا علي المديدي، واخا ما ربحش ما فازش في اللقب ديال الزمن الجميل، هو بصوت لا يعلى عليه تبارك الله، ودابا فاز بقلوب المغاربه. كنتمنى ليه مسيره موفقه يا ربي، وحظ سعيد ان شاء الله في الحياه الجايه ان شاء الله.